عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها قد عدنا من جديد مع درسنا عن قسم حساب الخارج المقبول. أتمنى أن تكونوا قد وفقتم في الإجابة عن التمرين الأول في الصفحة 72. إذا لنبدأ التصحيح أحبائي عن التمرين الأول. نص التمرين يقول: أتابع العمل الذي بدأه كل طفل أو طفلة لحساب عدد العلب التي سيملؤونها بكلل عددها 35، وذلك بوضع سبع كلل في كل علبة، وأكمل. إذا لنبدأ مع عمر. قلنا أنه سيحيط في كل مرة سبعة كلل، عذرا سبع كلل، إلى أن يكمل 35 كلا. إذن لنبدأ الإحاطة. نحيط السبعة الأولى، ثم سبعة، بعدها سبع كلل، ثم السبع كلل الأخيرة. بمجموع لدينا الآن 35 كلا في خمس مجموعات، كل مجموعة تحتوي على سبع كلل. جيد. لنرى سارة. قلنا بأن سارة اتبعت طريقة الجمع المتكرر، وضعت سبع كلل في العلبة الأولى، أخذت علبة ثانية ووضعت فيها سبع كلل، بمعنى أصبح لديها 14 كلة، أخذت العلبة الثالثة ووضعت فيها سبع كلل، الآن أصبح لديها 21 كلة. هذه 21 كلة ستضيف عليها سبع كلل لتحصل على 28 كلة، بمعنى أن لدينا هنا وضعنا سبع كلل في العلبة الرابعة. جيد. ستأخذ ثانية 28 وتضيف لها سبعة، إذن سيصبح لديها 35 كلة، وهذه السبع كلل الأخيرة ستضعها في علبة هي أيضا، إذن ستصبح لدينا عدد العلب هي 5 علب. جيد. الآن عدد المرات التي طاحت فيها الرقم سبعة هي 5 مرات. لنرى مع أيمن. أيمن قلنا استعملنا الطرح المتكرر، إذن أخذ 35، أخذ منها 7، أصبح لديه 28، بعدها أخذ 28، أخذ منها 7 كلل، أصبح لديه 21 كلة. الآن كم العلب التي وصلنا إليها؟ هي علبتان. إذن سيأخذ 21 ثانية التي بقيت له، ويأخذ منها 7 كلل ليضعها في العلبة الثالثة، إذن وسيبقى لديه 14 كلة. قلنا العلبة الثالثة 14 كلة ثانية، سيأخذ منها 7 كلل، سيبقى لديه 7 كلل. إذن أي كم عدد العلب التي وصل إليها الآن؟ جيد، 4 كلل، 4 علب عذرا. سيأخذ 7 التي بقيت له، وسينقص منها 7 ليضعها في العلبة، بمعنى أنه لم يبقى لديه شيء، لأن 7 الأخيرة التي أخذها سيضعها في العلبة الخامسة. جيد. الآن عدد المرات التي قام بطرح الرقم 4 هي 5 مرات، إذن 35 قسمة 7 تساوي 5، إذن 7 في 5 تساوي 35. جيد أصدقائي. إذن نلتقي في الحصة الثالثة إن شاء الله مع نشاط جديد.